معنا حلاكين تجن الرحيق مع أن عملنا كالفريق من كان في كرب وضيق لا ما له إلا الصديق أصدقاء كنا وما زلنا على عهد الوفاء أقوياء عند المحن نغدو معا أقوياء أصدقاء كنا وما زلنا على عهد الوفاء أقوياء عند المحن نغدو معا أقوياء أوفياء هكذا نحيا في البحيرات الخضراء حكايات في الأدغال لا 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 إنه يوم جديد ومغامرة جديدة أخبروني هل أنتم مستعدون للعمل على لغز آخر هنا؟ في الحلقة الماضية تعرفنا على الخنفساء النجمية والتي كانت تأكل أغصان الأشجار فما المغامرة الغامضة التي تنتظرنا اليوم؟ دعونا نرى يا أصدقاء لنبدأ أيها المستكشفون أفا الضخم هو اسمي يا له من يوم جميل والطقس لطيف جدا شاهد هذا الوقت لجمل الرحيل مرحبا جميلة لمرحب هيا يا جنى أسرعي فنادى الصباح لا ينتظر أحدا محفوظ ألم تنتظرني؟ أكبر كرة تأتي بالعمل الجاد والمثابرة الحشرات هنا تعمل بجد ألا تتعب؟ هذا صحيح هم يتعبون وعلى الجميع أن يعمل أيها الصغير الفضولي لا تخف مني أنا عنكبوت مثلك تماما حسنا هذا المكان آمن وجميل والآن يا صغيري أخبر عنكبة من تكون مرحبا عنكبة أنا العنكبوت الضخم دعيني أخبرك شيئا ولا أقصد الإساءة حين كنت صغيرا قالت أمي إنني مميز لديك طريقة مميزة في الكلام محفوظ انظر هناك حشرة غريبة انها تشبه عنكبة بالطبع يا جنى كلاهما من العناكب كما ترين هاي مرحبا هلا انا لست مثل اي عنكبوت اخر حسنا انظرا انا وعنكبة من نوعين مختلفين لديه شخصية مميزة حقا هي احب هذه اللعبة مهلا يا صغيري يبدو ان لديك بعض الوقت تعال الى هنا وساعدني في شبكتي عنكبة قلت لك لم اولد كي احرك الشباك انا عنكبوت مميز واختلف عن بقية العناكب انظري الا ابدو مختلفا مع هذا اليويو يويو حسنا لا اذكر ان اي من عائلتنا لديه خبرة في هذا يا لها من رائحة ذكية سأذهب وابحث عن مصدرها هذا صحيح يا صغيري امل ان لا يزعج احدا حسنا يبدو أنني اقتربت من مصدر الرائحة مدهش لم أرى يوما هذا العدد الكبير من الأشياء اللذيذة في حياتي لا 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 لا
أوه؟ هذا غريب، أذكر أنني وضعت الجرة هنا، أين اختفت يا ترى؟ عسل لبيب، نحن نحب نبض الصباح، يا يا نحن نحب نبض الصباح، يا يا الطقس جميل والعمل ممتع لليوم. أتحبين نبض الصباح؟ إليك بابا. أنا أشعر بالعطش. جمعت الكثير من الندى هذا الصباح. أين هو؟ أين الوعاء الآخر؟ هذا غريب، تركته هنا قبل قليل. أين اختفى؟ اختفى فجأة دون أثر، ماذا سأفعل؟ شكرا لك. أثناء رحلتنا البحرية، أنا وأخي وأختي عشنا مغامرة. فطارة انحني، تعرفنا من خلالها على كل أنواع الحشرات، ولكن بأحجام مهولة. على جزيرة الحشرات مغامرة، البرنامج الثاني، ومعلومة. كلمة رسمة. لا 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 لا. هذه أجمل زهرة رأيتها اليوم. من هناك؟ هيا اذهب. هذا غريب جدا. هكذا أجمل. لا 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 لا، هذا يوم جميل وأشعر بنشاط كبير وهمة للعمل. ماذا يحدث هنا؟ كرة الروث لا تتحرك. انظر إلى هذا. كرة الروث ابتعدت. عودي إلى هنا أيتها الكرة، عودي. هذا موقف مضحك جدا. لا أستطيع أن أصدق ما حدث لي سوى. من أين أتى هذا العنكبوت؟ إنه مشاكس جدا، لقد جاء وأفل فوق أزهار وأفل وعائي مدى الصباح اللذين يخصاني. لقد مارس خدعة على جحلف الذي يطارد كرة الروث للآن، كما أخذ عسلي. علينا أن نتحدث معه عن هذا. يويو صغيرة، لابد أنه هو. مرحبا أيها العنكبوت الضخم، أنا شاهد. مرحبا بك يا شاهد، كيف تعرفين من أنا؟ أنت ضيف في هذه الغابة، لذا علي أن أعرف اسمك. كنت أفكر في أن أدعوك لجمع الرحيق معي غدا، ما رأيك؟ هل هذا أمر مسلم؟ إنه كالمشي في الحديقة. حديقة؟ هذا رائع، أنا أحب الحدائق. أجل، لما لا تأخذينني معك؟ هذا جميل، رائع. شاهد، لماذا تأتينا إلى هنا كل يوم؟ أجمع الرحيق، نعمل بجد هنا لنصنع العسل المذيب. لما لا تجعلين الآخرين يفعلون ذلك؟ لا، أنا نحلة، والنحلة النشيطة تعمل بجد لتصنع العسل بنفسها. هيا حاول. تعرضين علي أن أحاول؟ لا أظن ذلك، لست مجبرا على العمل مثلك. انظري، هذا هو عملي الجاد، والآن لما لا تكوني صالحة وتنصرفي؟ لكنك أخذت الطعام والشراب من الحشرات، وهذا تصرف أناني. أناني؟ حسنا، قولي ما تشائين. أوه. ها
هي هذا ممتع. هي هي هذا ممتع. اه لماذا لا يصغي الي؟ هيا هي لا 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 هي هي. اه جميلة. شا ماذا يحدث؟ لماذا تجلسين وحدك؟ اه ما الذي يفعله العنكبوت المزري هنا؟ أنا لا أريد أن أراه، يجب أن أذهب. ما الذي حدث لكما؟ سلة رحيقي جميلة تسقط. حسنا هذا بسيط. أمسكت بها. ها هي سليمة يا شهد. شكرا لك أيها العنكبوت، لقد كنت رائعا حقا. على ما تشكرينني، أنا لم أفعل شيئا. يسرني أنني استطعت استخدام اليويو بشيء مفيد. لم أكن أعرف شعور السعادة هذا في مساعدة الآخرين. ها شهد، أتعلمين؟ لدي خطة لأقوم بمساعدة الآخرين. حقا؟ توقعت أنك ستتغير في نهاية الأمر. هذا ما أحبه في كوني عنكبوتا أجل، وأنا أثق بالآخرين. مرحبا، أكنتم تعرفون أن العنكبوت الضخم رائع حقا؟ أجل، ولديه طريقة مميزة عن العناكب، فهو يستخدم خيوطه لصنع يويو. في الحلقة القادمة يقيم تبوع وبعوضة مسابقة طيران، أظنكم تخمنون من سيفوز بها، أليس كذلك؟ تابعونا في الحلقة القادمة يا أصدقاء. فقد بدا يوم جديد، أحيا الحياة ونستفيد عند بحيرتنا الخضراء في عالم حلو فريد، مع نحلة تجني الرحيق، معا عملنا كالفريق، من كان في كرب وضيق لا ما له إلا الصديق. أصدقاء كنا وما زلنا على عهد الوفاء، أقوياء عند المحن نقضوا معا أقوياء. أصدقاء كنا وما زلنا على عهد الوفاء، أقوياء عند المحن نقضوا معا أقوياء. أوفياء هكذا نحيا في البحيرات الخضراء. حكايات في الأدغال. أثناء رحلتنا البحرية